food chain and food web show how energy move in an ecosystem. قلنا الفود تشين اللي هي السلسلة الغذائية والفود ويبس، تمام، الشبكة الغذائية، show how energy move، بيوضحوا لي ازاي الطاقة بتتحرك في الايكو سيستمز. They don't show how the amount of energy in an ecosystem. هما مش بيوضحوا لي الاماونت اوف ايه اوف انرجي، لا بيوضحوا لي الايه هاو، ازاي الانرجي بتتحرك، او بيوضحوا لي الدايركشنز بتاع الايه بتاع الموفمنت، الدايركشنز بتاع الايه الموفمنت، but not show amount of energy، مش بيوضحوا لي الاماونت اوف انرجي او كميه الانرجي اللي بتتحرك. شو scientists use a model called an energy pyramid. العلماء بيستخدموا موديل بسميه الـ energy pyramid. الـ energy pyramid shows the amount of energy available in each step of food chain. الـ energy pyramid يعني الهرم الهرم الطاقة، بيوضح لي كمية الطاقة الموجودة في كل خطوة من السلسلة الغذائية. يبقى الـ energy pyramid show بلو شو amount of energy، بيوضح ايه amount of energy available المتاح in each step في كل خطوة of food chain في السلسلة الغذائية. The steps of energy pyramid are also called trophic levels. الستبس أو الخطوات بتاعة ال energy pyramids بسميها الايه trophic levels. The steps of energy or of food chain, the steps of energy pyramids are called trophic levels. يبقى أنا عندي حاجة اسمها إيه؟ اسمها الإنرجي، الإنرجي إيه؟ إنرجي بايراميدز، اسمها إنرجي إيه؟ بايراميد، تمام؟ الإنرجي بايراميد شو amount of energy available in each الأهمية بتاعته، بيوضح لي شو amount of energy available in each step of food chain. بيوضح لي كمية الطاقة المتاحة أو المتوفرة في كل خطوة من الفود تشين من الشبكة الإيه؟ من السلسلة الغذائية. The step of energy pyramid are also called trophic level. الستيبس دي بقول عليها إيه؟ trophic levels. The steps of energy of pyramids, the steps of an energy pyramids are called trophic levels. The steps بتاعت ال energy pyramids بقول عليها trophic levels. Producer make up، تعالوا هنا نشوف التروفيك. البروديوسرز قلنا البروديوسرز يعني ايه؟ المنتج، يعني اللي بيصنع غذائه بنفسه. Producer make up the trophic level at the bottom. ده التروفيك ليفل 1، ده بقول عليه التروفيك ليفل ايه 1، تمام، يعني المستوى الغذائي الاول التروفيك ليفل 1. Producer make up the trophic level at the bottom of the pyramids. الكونسيومر that eat producer make up the next trophic levels. يبقى اللي بيعمل لي الفيرست تروفيك ليفلز، تمام، او التروفيك ليفل اللي موجود عند البوتوم بقول عليه ايه؟ بقول عليه producers، بقول عليه ايه؟ producers، تمام؟ طيب consumer that eat producer make the next trophic levels، ده اسمه ايه؟ consumer، ده اسمه ايه؟ consumer. الconsumer that make the second او the next trophic levels، يبقى الconsumer that eat producer اللي بيتغذى على البروديوسرز make up the next trophic level. consumer that eat other consumer make up the highest trophic levels. ده كده ال highest trophic ايه؟ ال highest trophic level. يبقى ال energy of pyramid عندي اول حاجه
تروفيك ليفل 1، تروفيك ليفل 2، تروفيك ليفل 3. تروفيك ليفل 1 عبارة عن ايه؟ قولوا معايا، تروفيك ليفل 1 بيتكون من ايه؟ Producers. بروديوسرز. طب تروفيك ليفل 2 بيتكون من الايه؟ Consumers. كونسيومر ذات ايت بروديوسر، كونسيومر ذات ايت ايه؟ بروديوسر. تروفيك ليفل 3، تروفيك ليفل 3 كونسيومر ذات ايت اذر ايه؟ كونسيومر، بيتكون من الكونسيومر ذات ايت اذر كونسيومر ميك اب ذا هايست تروفيك ايه؟ ذا هايست تروفيك ليفل. This energy is available for consumer at the highest trophic level. أقل كمية طاقة موجودة في الـ highest trophic level. Less energy يعني أقل كمية طاقة متاحة عندي. Less energy is available for consumers. أقل كمية طاقة متاحة للمستهلك موجودة في الـ higher trophic إيه؟ levels. في الـ higher trophic level. طب أعلى كمية طاقة موجودة فين؟ في اللور تروفيك ليفلز، في اللي هو تروفيك ليفل نمبر 1. يبقى ليس انرجي از افيلابل فور كونسيومر ات هاير تروفيك ليفل. قول لي اباوت 10% اوف انرجي افيلابل ات 1 تروفيك ليفل ترانسفيرت اول ذا نيكست تروفيك ليفل. مش احنا خدنا ان 10% بس بتتنقل من التروفيك ليفل للتروفيك ليفل اللي بعده، تمام؟ فهنا مثلا لو عندك 100% اوف انرجي، عندك 100 نسبة الطاقة بتاعتك هيتنقلها للتروفيك ليفل نمبر 2 10%، يعني 10%. بعد كده 10% يعني 1%، يعني أقل كمية طاقة متاحة للكونسيومر موجودة في التروفيك ليفل 3، وهايست أماونت أوف إنرجي موجودة في التروفيك ليفل أت ذا إيه؟ أت ذا بوتوم. ده كده الانرجي اوف بيراميدز، تمام؟ هنا عندي ايه؟ بروديوسر ميك زير اون فود فروم سانلايت انرجي. كلنا عارفين ان البروديوسر بتصنع غذائها بنفسها، يبقى البروديوسر ميك زير اون فود، بتعمل طعامها فروم سانلايت انرجي، من اشعه الشمس او من طاقه الشمس. بعد كده البرايمري كونسيومر، المستهلك الاول، البرايمري كونسيومر اللي هم بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم هربوفرا، بقول عليهم ايه؟ هربوفرا. ليه بقول عليهم هربوفرا يا شباب؟ لان هم ايت بلانت. ايت ايه؟ ايت بلانت. يبقى الفيرست تروفيك ليفل عندي عباره عن بروديوسر، التروفيك ليفل نمبر 2 عباره عن الكونسيومر ويتش فيد ان بروديوسر بقول عليها هربوفرا، التروفيك ليفل نمبر 3 عباره عن السكندري كونسيومر. السكندري كونسيومر عباره عن ايه؟ بيتكون من ايه السكندري كونسيومر؟ بيتكون من اومنيفرا وكارنيفرا، اومنيفرا وكارنيفرا. وعارفين ان احنا الاومنيفرا اللي بتتغذى على البلانت والانيمال، والكارنيفرا بتتغذى على الايه؟ على الانيمالز بس. طيب بعد كده تيرشري كونسيومر بيتغذى على الكارنيفرا اور ايه؟ اور اومنيفرا، بيتغذى على الكارنيفرا اور ايه؟ اومنيفرا. التيرشري كونسيومر يا اما يكون اومنيفرا يا اما يكون ايه؟ كارنيفرا. طيب شايفين هنا السهم بتاع الطاقة بيبين لي ايه؟ هنا موست انرجي، كل ما اطلع لفوق بتقل الطاقة، يبقى هنا عند البروديوسرز بتكون هاير اماونت اوف انرجي، هاير اماونت اوف انرجي. كل ما اطلع لفوق بتقل كمية الايه؟ الانرجي. هنا عند التيرشري كونسيومر بتكون ليست اماونت اوف ايه؟ ليست اماونت اوف انرجي. بيقول لي all level give energy to detritophores that break down dead things. كلنا عارفين الديتراتوفورس او الديكومبوزرز ان هي بتتغذى على الديد اورجانيزم، الكائنات الميته، وتعمل لها بريك داون. يبقى اول ليفلز كل المستويات ديت ممكن تدي للديتراتوفورس طاقه عن طريق ان هي بتموت، يحصل لها داينج ويحصل لها عمليه تحول، وتشتغل عليها الديتراتوفورس او الاجسام المحلله وتاخد منها الايه؟ الطاقه. ده كده الانرجي ايه؟ الانرجي اوف بيراميدز. ده رسمه، نفس الرسمه ديت هتنقلوا البيانات دي هنا علشان تقدروا تشوفوا المستوى بتاعكم في الرايتنج. ندخل على بيج 51، ثواني لان الهيكل ده مش مرتب.
هنشوف مع بعض النيتروجين سايكل. واضحة الصورة لكم؟ في قبل النيتروجين سايكل ثواني اشوف لكم بس الووتر سايكل، هو الهيكل كويس بس عيبه ان الصفحات مش مرتبة. اهيت الووتر سايكل، ايوه 51 اهيت. هنشرح الووتر سايكل وبعد كده نطلع للاسئله بتاعتها. قبلها دي صفحة كم في الهيكل؟ ديت 51، 51 و52. الووتر سايكل، ووتر كونتينيولي سايكل فروم ايرث تو اتس اتموسفير. عارفين ان الووتر او المياه او الووتر سايكل بتحصل بين حاجتين، بين الايرث سطح الارض والايه والاتموسفير. يبقى الووتر سايكل سايكل فروم ايرث تو اتس اتموسفير، بتلف بين الايرث والاتموسفير اند باك اجين. ذا موفمنت اوف ووتر از كولد ووتر سايكل. يبقى الووتر سايكل او الموفمنت اوف ووتر بقول عليها الووتر سايكل. ات انفولفز ثرو مين بروسيس، ثري مين بروسيس. ايه العمليات اللي بتشملها الووتر سايكل؟ عندي حاجه اسمها ايفابوريشن، عندي حاجه اسمها ايه؟ evaporation ايفابوريشن. اسمها ايه؟ اسمها evaporation ايفابوريشن. يبقى انا عندي هنا الايه؟ الايفابوريشن، تمام؟ وعندي حاجه تانيه اسمها ايه؟ كوندنسيشن. اسمها condensation ايه؟ كوندنسيشن. كوندنسيشن. ونمبر 3 اسمها بريسيبتيشن. اسمها ايه؟ بريسيبتيشن. يو كان سي ذا بروسيس ان اكشن ان ذا فيجرز. يبقى نمبر 1 عندي الايفابوريشن، الايفابوريشن. نمبر 2 كوندنسيشن. نمبر 3 الايه؟ البريسيبتيشن. اول حاجه الايفابوريشن بتحصل، تمام؟ بيحصل ايفابوريشن للووتر فروم اوشنز. وعندي حاجه اسمها ترانسبيريشن اند اكسهاليشن، هنعرفها دلوقتي. وعندي حاجه اسمها الايه؟ البريسيبتيشن. تعالوا نشوف الشرح مع بعض. Evaporation is the process during which liquid water change into gas. في عملية الـ evaporation الـ liquid water المياه change into gas. يبقى الـ evaporation الـ water convert to a gas and cold water vapor. أظن الموضوع ده سهل بالنسبة لكم، إن الـ evaporation هي تحول الـ liquid السائل into gas، إلى غاز. بسميه water vapor، بسميه إيه؟ water vapor. The water vapor rise in atmosphere. بيرتفع الووتر فابور ده في الاتموسفير في الغلاف الجوي. water vapor also enter the atmosphere when animal exhale and through transpiration. الووتر فابورز ده بيجي من عملية الايفابوريشن. الووتر بيحصل له ايفابوريشن ويحصل له conversion to gas. كمان الووتر فابور بيجي منين؟ بيجي من الاكسهاليشن. عمليه الاكسهاليشن اللي هي عمليه الايه؟ الزفير، عمليه خروج الايه؟ بخار الماء من الحيوانات، او بقول عليها عمليه السيلولار ريسبيريشن اللي بينتج عنها عمليه الايه؟ خروج الايه؟ الووتر. طيب كمان بيجي عندي ثرو ترانسبيريشن. عارفين عمليه الترانسبيريشن اللي هي الايفابوريشن اوف ووتر فروم بلانت ليفز، اللي هي خروج المياه من اوراق النبات عن طريق فتحات الصغور، بقول عليها ايه؟ بقول عليها ترانسبيريشن. بقول عليها ايه؟ ترانسبيريشن. واتش اوكير وين بلانت ريلايز موتشرز، بيحصل لما النبات يخرج الموتشرز او الرطوبه. يبقى انا عندي دلوقتي عمليه الايفابوريشن عن طريق ان الووتر ان في الاوشن بيحصل له ايفابوريشن ويتحول لجاز. تاني حاجه عن طريق عملية الانيمال اكسهيل، يعني يعمل عملية اكسهاليشنز، يعني يطلع ووتر بابرز من خلال عمليات الزفير. ثالث حاجة عملية الترانسبيريشنز، عملية الترانسبيريشن اللي هي عملية النتح اللي بتحصل في البلانت ليفز which occur when plant realize moistures، بتحصل لما النبات يخرج نسبة من الرطوبة بتاعته. The higher in the atmosphere you are the cooler the temperatures. As water vaporizes
ات كول، لما الووتر بابر بيحصل له رايزنج، يعني الووتر بيحصل لها ايفابوريشن ويتحول لووتر بابر. الووتر بابر بيحصل له رايزنج بقى، بيرتفع. لما يرتفع يحصل له ايه؟ ات كول، يبرد. اند كوندنس، كوندنس يعني ايه؟ كوندنس يعني ايه يا شباب؟ محدش عارف كوندنس يعني شموس ايه؟ يتكثف. ات كول، يبرد. اند تتكثف. كوندنس، كوندنس يعني ايه؟ يتكاثف. بيحصل له عملية كوندنسيشن. عملية ايه؟ كوندنسيشن، تكاثف. كوندنسيشن يعني التكاثف. كوندنسيشن از ذا بروسيس ديورنج ووتش ووتر فابر تشينج انتو ليكويد ووتر. في اثناء عملية الكوندنسيشن او التكاثف، الووتر فابر بخار الماء بيتحول الى ايه؟ الى ووتر، ويكون لي الكلاودز. Water that fall from clouds to air surface is called precipitation. يبقى نمبر 3 او الستيب نمبر 3 عندي اللي هي الايه؟ Precipitation. precipitation. الستيب نمبر 3 اللي هي البريسيبتيشن. It enter body of water or soak into soils. المياه بتدخل يا اما تدخل في اوشنز او ليكس او ريفرز، او سوك انتو سويل، التربه تمتصها. بريسيبتيشن، انواع البريسيبتيشنز بقى عندي ايه؟ رين، سنو، سليت، هيل. يبقى البريسيبتيشنز عندي فور تايبس: رين، سنو، سليت، هيل. يبقى اول حاجه عندي في الووتر سايكل الايفابوريشن، سكند ستيب كوندنسيشن، ثيرد ستيب البريسيبتيشن. قلنا في الايفابوريشن الووتر كونفرت انتو جاز، او الليكويد كونفرت انتو جاز. بعد كده بيحصل عندي عمليه الترانسبيريشن، يعني عمليه النتح. يعني ايه؟ يعني البلانت بيخرج الايه؟ الموتشرز بتاعته، او بيخرج المياه او الووتر بابر عن طريق فتحات الايه؟ الاستوماتا او في الصغور. الاكسهاليشن، عمليه الاكسهاليشن اللي هي عمليه الزفير. عمليه الاكسهاليشن بتحصل في الانيمال اللي هي عمليه الايه؟ الزفير. طيب يلا نكمل الباقي. خدنا احنا الحصة اللي فاتت ده، الجزء ده قلت لكم ان الكربون is abundant animal that can be found everywhere. الكربون ده عنصر من العناصر اللي بتكون ناس موجودة. نعم، الصفحات الصفراء اللي بتكون مكتوب عليها لا بتكون مكتوب عليها أسئلة بتيجي في الامتحان ولا لا؟ ما اعتقدش يعني الا اذا كان جزء مهم فيها رايتنج او كده زي السؤال ده كده، انما هيقول لك بروسيس تجربه وتعملها، مش موجوده في اسئله الرايتنج ان هو انك تكتب خطوات تجربه. يعني هاي الأسئلة اللي بتيجي بالأصفر ما بتكون اعتقد موجودة؟ الرايتنج، وممكن تتاكد من المدرس عندك في المدرسه كمان، بس اللي مكتوب في الهيكل ان هي الرايتنج، الحاجات دي بس، الاسئله الكتابيه، وليست انك انت تقول خطوات تجربه. او هو ممكن جايبها عشان الجزء ده. بص يا محمد، ممكن الجزء ده. اوكي كربون is abundant element، يعني الكربون موجود بكثرة، أو عنصر موجود that can be found everywhere، موجود في كل مكان on earth، على سطح الأرض. Found within the body of organism، موجود في أجسامنا. Carbon make up a lot of the matter you see around you. Another vital part of the environment is water. يبقى الووتر والكربون من الحاجات الفيتال أو المهمة في البيئة. Like carbon cycle through the ecosystems. Water cover about 70% of Earth. المياه بتغطي 70% من Earth surface. Most of Earth's water about 97%. معظم المياه على سطح الأرض موجودة فين يا شباب؟ موجودة فين؟ في في الأوش. الأوشن. موجودة فين؟ في الأوشن. Water is also in rivers and stream lakes and underground reservoir. يبقى هو موجودة في الأوشن، في الريفر، في الستريم، في الليك، في الأندر جراوند، في الريزرفوار. In addition, water is in atmosphere. كمان الووتر موجودة في الأتموسفير في صورة water vapor. The ground and living things. Water in body may later end up into the top of the snow-capped mountain. ديت البيج اللي بعدها.
يعني هنا بيقول لك ايه الاسئله اللي على الجزء ده، ديسكرايب اند ايدنتيفاي ذا ستيب ان ذا ووتر سايكل. هتكتب الخطوات هنا نفس الرسمه اللي قبلها، حاطط لك الحاجات هنا ها هتكتبها تمام. اند اوت لاين ذا امبورتنت اوف اتش ستيب، هتكتب كل خطوه وتكتب ايه اللي بيحصل فيها. يعني شرح الووتر سايكل شوف 53. دي ال 53 يلا. هنتكلم على النيتروجين سايكل، على النيتروجين ايه؟ على النيتروجين سايكل. Just as the water is necessary for life on earth, so is the element nitrogen، عنصر النيتروجين. It is an essential part of protein. هو جزء مهم جدا وبيدخل في تكوين البروتين. Which all organisms need to stay alive. كل الكائنات الحية بتحتاج النيتروجين والبروتين to stay alive. Nitrogen like water cycle between Earth and its atmosphere. النيتروجين زي الووتر بالظبط، السايكلز بتاعته بتحصل بين الأرض، بين الأرض والأتموسفير. يبقى النيتروجين والووتر سايكل الاثنين بيحصلوا بين الايرث والاتموسفير والغلاف الايه الجوي. اند باك اجين examine the figure and draw arrow to show the best nitrogen take according to the descriptions. هنشوف النيتروجين. اول حاجه النيتروجين fixing bacteria on plant roots convert unusable nitrogen in soil to usable nitrogen compound. النيتروجين ده ليه صورتين، صورة يوزابل وصورة ان يوزابل، صورة بقدر استخدمه فيها وصورة ما بقدرش استخدمه فيها. فعندي حاجات معينة موجودة في البيئة بتحوله لي من ان يوزابل فورم تو يوزابل فورم، من صورة غير مستخدمة لصورة مستخدمة. زي ايه؟ عايدة حاجة اسمها النيتروجين فيكسنج بكتيريا. نيتروجين فيكسنج بكتيريا يعني ايه؟ نيتروجين فيكسنج بكتيريا يعني بكتيريا بتبقى موجودة على جذور النبات. بكتيريا بتبقى موجودة على ايه؟ جذور النبات. البكتيريا ديت بتحول للنيتروجين تمام الى ايه اللي موجود على البلاد، from unusable nitrogen in soil to usable nitrogen to usable ايه نيتروجين. يبقى انا عندي النيتروجين موجود في صورة unusable، بقول عليها ايه unusable يعني صورة غير مستخدمة، صورة غير مستخدمة. فبحوله عايز احوله لايه؟ ليوزابل فورم، الصورة أقدر أستخدمها أو أستفيد بيها، بحوله لإيه؟ ليوزابل فورم. مين اللي بيحوله لي؟ عندي حاجة اسمها إيه؟ نيتروجين فيكسنج بكتيريا، اسمها إيه؟ نيتروجين فيكسنج إيه؟ بكتيريا، نيتروجين فيكسنج بكتيريا. البكتيريا ديت بتكون موجودة على الروتس أوف بلانت، بتحول لي ال unusable nitrogen to usable ايه نيتروجين تمام. يبقى نيتروجين fixing bacteria on plant roots convert unusable nitrogen in soil into usable nitrogen compounds. يبقى ال unusable nitrogen بيتحول ل usable nitrogen بواسطة حاجة اسمها النيتروجين fixing bacteria. يبقى النيتروجين اللي موجود في الصويل في التربة بيتحول من unusable to usable. انا ما فهمت. حاضر هقول تاني، بقول دلوقتي عندي حاجة اسمها نيتروجين كومباوند، عندي حاجة اسمها ايه نيتروجين كومباوند. النيتروجين كومباوند دي موجودة في التربة وموجودة في الاتموسفير في الغلاف الجوي. النيتروجين كومباوند دي بتبقى موجودة في unusable form. unusable form يعني صورة غير مستخدمة، يعني ما اقدرش استفيد بيها، ما اقدرش استفيد بيها، لازم تتحول لصورة معينة عشان اقدر اخدها واستفيد بيها.
فايه اللي بيشتغل عليها في التربه ويحولها من unusable form ل-usable form؟ اللي بيشتغل عليها ويحولها بكتيريا البقر. موجوده، بكتيريا، البكتيريا اللي موجوده على الروتس بتاعه البلانت، بسميها نيتروجين فيكسنج بكتيريا. بسميها ايه؟ نيتروجين فيكسنج بكتيريا موجوده على البلانت روتس، كونفرت، بتحول الانيوزابل نيتروجين ان سويل، الانيوزابل نيتروجين ان سويل تو يوزابل نيتروجين كومباوند، تو يوزابل نيتروجين ايه؟ كومباوند. ادي النيتروجين كومباوند ان سويل، البكتيريا خدتها حولتها من انيوزابل تو يوزابل فورم، من صوره غير يس مستخدمه لصوره غير مستخدمه. لو سمحت اقفلوا المايك. طيب مس، انا ما فهمت كثير من نيتروجين سايكل. انا لسه ببدا شرحها، اللي فاتح المايك يقفله لو سمحت. يبقى قلت عندي حاجه اسمها اللايتنينج، اسمها ايه؟ اللايتنينج اللي هو البرد. تشينج نيتروجين جاز انتو اتموسفير تو نيتروجين كومباوند، ذا نيتروجين كومباوند فول تو ذا جراوند وين ات رين. هعيد تاني عشان الناس اللي مش فاهمه، عندي حاجه اسمها لايتنينج، اسمها ايه؟ يا ريت تركزوا معايا، يا ريت تركزوا معايا. لايتنينج، النيتروجين لايتنينج بيحول لي النيتروجين، بيحول لي النيتروجين اللي موجود في الاتموسفير او في الغلاف الجوي من unusable form to usable form، من صوره غير مستخدمه لصوره مستخدمه. بعد كده النيتروجين fall to the ground، لما يحصل شتاء او ترين ذا نيتروجين فول تو ذا جراوند، النيتروجين كومباوند دي تسقط على الارض وتبدا النباتات تستخدمها. طيب الحاجه الثانيه اللي عندي حاجه اسمها نيتروجين فيكسنج بكتيريا، اسمها ايه؟ نيتروجين فيكسين بكتيريا. نيتروجين فيكسنج بكتيريا، نيتروجين فيكسنج ايه؟ بكتيريا. النيتروجين فيكسنج بكتيريا دي يا بنات موجوده على الروتس اوف بلانت، على الروتس اوف ايه؟ وبلانت، على الجذور بتاعه النبات. بتاخد الانيوزابل فورم، الانيوزابل فورم من النيتروجين كومباوند، يعني الصور الغير مستخدمه من النيتروجين من التربه، وتحولها ليوزابل نيتروجين فورم، لصور اقدر استفيد بيها او استخدمها. في النهايه اللايتنينج والنيتروجين فيكسنج بكتيريا بيحولوا لي النيتروجين من انيوزابل فورم، صوره غير مستخدمه، تو يوزابل فورم، صوره اقدر استخدمها. خلاص النيتروجين فيكسنج، النيتروجين كومباوند بقى جاهز عندي في السويل واقدر انا استعمله انا والبلانت. هيروح البلانت تيك ان اند يوز نيتروجين كومباوند فروم ذا سويل، البلانت هيمتصه وياخده من التربه. هيجي الانيمالز وياخد الايد بلانت. خلاص النيتروجين تيك نيتروجين، البلانت تيك نيتروجين، انيمال ايد بلانت. افتر ذات الانيمالز بيخرج الايه؟ بيدينا النيتروجين في صورتين، الانيمالز بيدينا النيتروجين في صورتين، ممكن يخرجوا في الويست برودكت بتاعته، الفضلات بتاعته، تمام؟ وممكن الانيمال ده يحصل له داي، يموت ويحصل له ديكينج، يتحلل والديكومبوزر تشتغل عليه ويخرج عنه نيتروجين يدخل التربه. ثاني النيتروجين كومباوند موجود في التربه، البلانت تيك ان اند يوز نيتروجين كومباوند فروم ذا سويل، البلانت بياخده وبيمتصه من التربة. يجي الانيمالز الحيوان ياخد الايه؟ ياخذ البلانت، النبات. الانيمالز ياكل البلانت، فالانيمالز لما بياكل البلانت تمام؟ الانيمالز ده ممكن يموت او بيموت وبيحصل له ايه؟ داي، فيحصل ديكينج اورجانيك ماتر اند انيمال ويست ريتيرن نيتروجين كومباوند تو ذا سويل. ديكينج اورجانيك ماتر يعني المواد النيتروجينيه بتتحلل، اند انيمال ويست ريتيرن تو نيتروجين كومباوند، البقايا بتاعت الحيوان بترجع تاني للايه؟ للايه؟ للتربه. تمام؟ فاهمين الجزء ده ولا عيد تاني؟ تاني هعيد لكم تاني. انا قلت عندي البلانت بياخد النيتروجين كومباوند من الصويل، بعد كده الانيمالز، الانيمالز الحيوان يجي ياكل البلانت، يجي ياكل الايه؟ البلانت. فلما الانيمالز ياكل البلانت بيخرج النيتروجين كومباوند ده في صورة ويست برودكت، في صورة ايه؟ قلنا الانيمال الله وين معايا؟
ايوه ماشي. ايوه مس الانيمالز قلنا الانيمالز بياخد البلانت تمام، وبياكل البلانت ويخرج النيتروجين في الويست برودكت تمام، او الانيمالز يحصل له داي ديكينج اورجانيك ماتر اند انيمال ويست ريتيرن نيتروجين كومباوند تو ذا سويل. بيقول لك ديكينج اورجانيك ماتر يعني المواد العضويه المتحلله سواء كانت من حيوان او نبات، اند انيمال ويست الفضلات او البقايا اللي بتخرج من حيوان، الاثنين دول بيكون فيهم نيتروجين، ريتيرن نيتروجين كومباوند تو ذا سويل، بيرجعوا النيتروجين كومباوند للايه؟ للسويل، بيودعوا المواد النيتروجين للايه؟ للسويل او للتربه تمام. بكتيريا ان سويل كونفرت نيتروجين كومباوند انتو نيتروجين جاز، البكتيريا اللي موجوده في التربه بتحول النيتروجين كومباوند ديت انتو نيتروجين جاز واتشرالايزد انتو ذا اير، ويرجع تاني للاير وتبدا السايكلز من جديد. اعيد تاني ولا خلاص واضحه؟ مس نعم الأستاذ كان يقول لنا أن النيتروجين هو منتشر بالغلاف الجوي، لما ايوه ما انا ينزل قلت المطر تمام بينزل النيتروجين، صح والنيتروجين على طول أول ما ينزل بيمتصه التراب صح وبيحلله وبيعطيه للنبات، تمام بعدين صح بيجي طب ما هو نفس اللي انا البقرة قلت لك، بياكله. ما انا قلت لك ان عندك النيتروجين موجود في مكانين، يا اما موجود في الصويل يا اما موجود في التربه. ما هو قال لك النيتروجين فيكسنج بكتيريا اون بلانت روت كونفرت ان يوزابل نيتروجين ان صويل، الصويل اللي هو موجود في الصويل لايه؟ ليوزابل نيتروجين كومباوند. طب النيتروجين اللي هو موجود في الغلاف الجوي نيتروجين لايتنج تشينج نيتروجين جاز، اللايتنج اللي هو البرد بيغير النيتروجين جاز اللي هو موجود في الاتموسفير انتو نيتروجين كومباوند، النيتروجين ايه؟ كومباوند. ذا نيتروجين كومباوند فول تو ذا جراوند وين ترين، بتسقط على الارض لما الشتاء ينزل. مش احنا النيتروجين دلوقتي قلنا ان هو بيدخل التربه من خلال الديكينج اورجانيك ماتر ومن خلال الانيمال ويست صح؟ والنيتروجين دلوقتي بقى في التربه تمام؟ هتشتغل عليه البكتيريا اللي موجوده في التربه وتحوله من نيتروجين كومباوند نيتروجين جاز وينتشر في الغلاف الجوي، وهيبقى موجود فيه نسبة في الصويل، النسبة اللي في الصويل اللي موجودة هتشتغل عليها النيتروجين فيكسينج بكتيريا، واللي في الغلاف الجوي أو في الأتموسفير هيشتغل عليه اللايتنينج البرد. اقفل المايك يا محمد. Recall that the atmosphere is mostly nitrogen. بيقول لك معظم الأتموسفير أو الغلاف الجوي نيتروجين. This nitrogen is in the form that plant and animal can use، بس موجود في صورة البلانت والانيمال كانت يوز، مش بيقدروا يستخدموها. The process that change atmospheric nitrogen into nitrogen compound that are usable by living things are called nitrogen fixation. العملية دي بسميها ايه؟ عملية نيتروجين فيكشن. فيكسيشن، نيتروجين فيكسيشن. يبقى النيتروجين فيكسيشن هي البروسيس اللي بتعمل لي تشينج تغيير الاتموسفيريك نيتروجين، النيتروجين اللي موجود في الغلاف الجوي انتو نيتروجين ايه؟ نيتروجين كومباوند. يبقى ذا بروسيس ذات تشينج اتموسفيريك نيتروجين اللي بتغير لي الاتموسفيريك نيتروجين انتو نيتروجين كومباوند ذات از يوزبل باي ليفينج ثينكس، بقول عليها نيتروجين ايه؟ نيتروجين فيكسيشن. ممكن تعملوا عليها هايلايت كده. يبقى انا عندي النيتروجين موجود في الغلاف طب لو الجوي انا نسوي هايلايت، نعم، اي وحدة نسوي عليها هايلايت؟ the process that change atmospheric nitrogen into nitrogen compound that are usable by living things بسميها نيتروجين فيكسيشن. يبقى عملية النيتروجين فيكسيشن هي العملية اللي بيتحول فيها الاتموسفيريك نيتروجين، النيتروجين اللي موجود في الغلاف الجوي في انيوزابل فورم في صورة غير مستخدمة انتو نيتروجين كومباوند، بيتحول لنيتروجين ايه؟ ردوا عليا، بيتحول لنيتروجين ايه؟ كومباوند. قلت اللايتنينج اللي موجود في الغلاف الجوي بيحول لي النيتروجين جاز اللي موجود في الاتموسفير قلته نيتروجين ايه؟ نيتروجين كومباوند.
دي بقول عليها نيتروجين فيكسيشن، بقول عليها نيتروجين ايه فيكسيشن. يبقى النيتروجين فيكسيشن هي البروسيس اللي بيتحول بيها او كونفيرت نيتروجين او اتموسفيريك نيتروجين انتو نيتروجين كومباوند. بلانت اند سام اذر اورجانيزم تيك ان ذيس تشينجد نيتروجين فروم ذا سويل اند ووتر. البلانت هياخد النيتروجين ده هو والاورجانيزم من السويل، من التربه ومن الووتر. انيمال تيك نيتروجين، طب الحيوان هياخد النيتروجين ازاي؟ عن طريق ان هو ايت بلانت، يا ياكل النبات يا ياكل الاورجانيزم. يبقى البلانت هياخد النيتروجين اللي هو بقى كومباوند نيتروجين او بقى يوزابل فورم، هياخده عن طريق التربه، ياخده من التربه عن طريق الجذور او ياخده من الووتر. طيب الانيمالز الحيوان هياخد النيتروجين ازاي؟ عن طريق ان هو ايت ذا بلانت، ياكل نبات تاني اور اذر اورجانيزم. اور اذر ايه؟ اورجانيزم. You learned in previous lesson decomposers. قلنا الديكومبوزرز الكائنات المحللة can break down the tissue of dead organism. فالديكومبوزرز بتكسر لي التشو، الأنسجة بتاعة الديد أورجانيزم، الكائنات الميتة. When organism die، لما الكائنات بيحصل لها dying وبتموت، nitrogen fixing bacteria help return the nitrogen in the tissue of dead organism to the environment. تاني، انا عندي اورجانيزم هي بيحصل لها داي بتموت، فبالتالي بيحصل لها ديكاينج تحلل عن طريق الديكومبوزرز. عن طريق ايه؟ الديكومبوزرز بتشتغل عليها وتحللها وتعمل لها بريك داون، وتعمل بريك داون للتشو، بتعمل بريك داون للانسجه بتاعه الكائنات الايه او الديد اورجانيزم. طيب عندي حاجه اسمها نيتروجين فيكسنج بكتيريا اللي انا قلت لكم عليها فوق، اسمها نيتروجين فيكسنج ايه بكتيريا. دي هيلب ريتيرن نيتروجين ان ذا تيشو اوف ديد اورجانيزم تو ذا انفايرومنت. النيتروجين فيكسنج بكتيريا ديت بتاخد لي النيتروجين اللي في التيشو او اللي ما تيشو يعني انسجه، اللي موجود في الانسجه بتاعه الكائنات الميته، وترجعه تاني للايه؟ للانفايرومنت. نيتروجين اورسو ريتيرن ذا انفايرومنت ان ذا ويست برودكت اوف اورجانيزم. الويست برودكت، يبقى عندي اللي بيرجع النيتروجين للانفايرومنت او البيئه عن طريق النيتروجين فيكسنج بكتيريا ورك ان ديد اورجانيزم، بتشتغل على الديد اورجانيزم وتحللها وتكسرها وترجع النيتروجين تاني للتربه. عندي حاجه كمان الويست برودكت، نيتروجين اورسو ريتيرن تو ذا انفايرومنت ان ذا ويست برودكت اوف اورجانيزم، في الفضلات بتاعه الكائن الحي. فارمر اوفن سبريد انيمال ويست، طبعا كلنا عارفين المانيورز اللي هو عبارة عن animal waste، الفضلات بتاعة الحيوان بيقولوا عليها ايه؟ manure. مين اللي بيستخدمها؟ بيستخدمها الفارمرز الفلاح. farmer often spread animal waste، بياخدها ويستخدمها cold manure on their field، في الحقل بيستخدمها كفيرتلايزرز. الفارمر بيستخدم الانيمال ويست، الانيمال ويست دي بسميها ايه؟ manure. manure. المانيور هو الانيمال ويست، بستخدمه في ايه؟ اون ذا فيلد ديورينج انيمال ويست كولد مانيور اون ذير فيلد، بيستخدمها في الحقل بتاعه ديورينج ذا جروينج سيزون، في فصول فصل النمو. ذا مانيور بروفايد نيتروجين تو بلانت فور بيتر جروث. المانيور ده ايه الفايده بتاعته؟ بيدي للبلانت نيتروجين، بيدي للبلانت ايه؟ نيتروجين. جيف بلانت ايه؟ نيتروجين. which important for better growth، مهم للايه؟ للجروث وللنمو. تاني هعيد لكم الايه؟ النيتروجين سايكل سريعا، وبعد كده ننقل للجزء اللي بعده. Recall the atmosphere is mostly nitrogen. معظم الأتموسفير عبارة عن إيه؟ نيتروجين. The nitrogen is form that plant and animal can't use. النيتروجين يا ولاد موجود في الأتموسفير بصورة النبات والحيوان ما يقدرش يستخدمها. Can't be used. The process that change atmospheric nitrogen into nitrogen compound that are usable by living things called nitrogen fixations. عندي عملية بقول عليها ايه؟ النيتروجين فيكسيشن. النيتروجين فيكسيشن دي بتحول لي الاتموسفيريك نيتروجين
into nitrogen compounds that are usable by living things. يبقى النيتروجينيك فيكسيشن بتحول الاتموسفيريك نيتروجين into nitrogen compounds that are usable by living things. البلانت اند سام اذر اورجانيزم تيك ان ذيس تشينجد نيتروجين فروم ذا سويل اند ووتر. البلانت والكائنات الحيه اللي هي الاورجانيزم بتاخد النيتروجين ده من التربه سويل ومن الايه ومن الووترز. طب الانيمالز بياخد النيتروجين ازاي؟ عن طريق ان هو تيك ان نيتروجين وين ذي ايت بلانت، لما ياكل النبات بيتغذى على النيتروجين اند اذر اورجانيزم. You learned in previous lesson decomposers. عارفين يعني ايه decomposers؟ Decomposers can break down the tissue كائنات محلية. of dead organism. بتكسر لي التشو بتاع dead organism. When organism die، لما الاورجانيزم بيموت، nitrogen fixing bacteria، البكتيريا ديت help return nitrogen، بتساعد في اعادة النيتروجين اللي موجود في التشو بتاعت ال dead organism to the environment. البكتيريا بتساعد في إعادة النيتروجين اللي موجود في الأنسجة بتاعة الكائنات الميتة والمتحللة للتربة. نيتروجين also return to environment in waste product. كمان النيتروجين موجود في الwaste product اللي هي الفضلات بتاعة الحيوان. Farmer offer spread animal waste called manure. عند الانيمال ويست بقول عليه ايه؟ مانيور. منيور ياخدوا الفارمرز عشان يزود نسبة الفيرتلايزيشن، يزود نسبة الايه الفيرتلايزيشن كفيرتلايزر كمخصب للتربة، لان المانيور ده ريتش ان نيتروجين. المانيور ده ريتش ان ايه النيتروجين. يبقى كولد مانيور ان ذير فيلد، في الحقل بتاعه، during the growing process، اثناء عملية الايه الجروينج بروسيس النمو. The manure provide nitrogen to plant for better grass. المانيور ده بيديني النيتروجين للنبات فور بيتر ايه جروس، لنمو ايه لنمو افضل. بيقول لك describe and identify the step of nitrogen cycle. Explain what nitrogen fixed is and different way as it can occur. يعني هنشرح له الخطوات، هنشرح له الستيبز بتاعت النيتروجين سايكل من اول الستيبز دي كلها، كل الستيبز ديت. وبيقول لنا اكسبلين وات نيتروجين فيكسنج، هنقول له يعني ايه نيتروجين فيكسنج، نعرف يعني ايه عمليه النيتروجين فيكسنج اند ديفرنت واي ذات ات كان اوكير، وازاي النيتروجين فيكسيشن بتحصل، ايه الطرق اللي بتخلي لي او بتؤدي الى النيتروجين فيكسيشن، اللي هي اللايتنينج البرق والنيتروجين فيكسنج ايه بكتيريا. دي كده الأسئلة اللي ممكن تجيلكم في النيتروجين سايكل. Which of the following step take place after the step of animal feeding implant in the nitrogen cycle show in the figure below. بيقول لك أي من الخطوات الآتية take place بيحدث after the step animal feeding implant، بعد ما الحيوان يتغذى على النبات. النيتروجين سايكل، في النيتروجين سايكل بيحصل إن الديكاينج ويست الفضلات المتحللة return nitrogen to the soil، بعد النبات ما يتغذى على الحيوان، ما يتغذى على النبات هيعمل ايه؟ هيخرج الايه الويست برودكت بتاعته او الفضلات بتاعته، او بنقوله عليها decaying waste، الفضلات بتاعت الحيوان او الفضلات البكتيريا هتشتغل عليها وتحللها، فبالتالي هترجع للنيتروجين انتو ايه انتو ذا سويل، وترجع للنيتروجين تاني للايه للسويل. تمام. دي البيج كام؟ 53 بعدها 74. عارفين بقى 74 فين؟ 74 اوكي اهي 74. What are the level of organization in an environment? Level of organization in an environment. When you observe the animal in the video, you may have noticed the environment around them. What were some of the living and non-living things you noticed in the video? طبعا كلنا عارفين ال living things وال non-living things. While you noticed the antelope and the lions,
You also may have seen grasses grow or bird flying. The bird mammal grasses are living things. خدنا الايه؟ فاكرين البيوتيك فاكتور والابيوتيك فاكتور؟ ايه أبلغ خدنا حاجة اسمها ايه؟ بيوتيك. بيوتيك يعني living thing، abiotic يعني no living things. بيوتيك يعني ايه؟ يعني living. بيوتيك يعني ايه؟ يعني living things، يعني اشياء حيه. بيوتيك يعني living ايه؟ things. وقلنا البيوتيك او living things بتشمل الايه؟ الانيمالز، الجراسز، الفيش، all living things، all living ايه؟ things، كل الكائنات الحيه. عندي حاجه تانية اسمها abiotic factor، اسمها ايه؟ ابيوتيك abiotic factor. ابيوتيك فاكتور. الابيوتيك هي النون ليفينج ثينجز، النون ليفينج ايه؟ ثينجز. طيب الابيوتيك فاكتورز دي بتشمل ايه؟ بتشمل الووتر، بتشمل الاير، بتشمل السويل، تمام؟ كل دي بتشمل الووتر، تمام؟ غير الووتر السويل، ايه كمان؟ الروك، الاير، صفحة كام؟ كل دي بقول عليها ابيوتيك فاكتور. دي بيج، ثواني كده اشوفها لك، 74. The non-living part of environment include the non-living part. بقى بيقول لك ايه؟ البيردس والمامالز والجراسز دي بقول لها عليها ايه؟ living things، بقول عليها living things. يبقى examples لل-living things عندي ايه؟ البيردس والمامالز والجراسز، كل دي بقول عليها الليفنج ثينجز. طب اللان ليفنج ثينجز، الاشياء الغير حيه زي ايه؟ لو سمحت ما حدش يخطط على البورد. النون ليفنج ثينجز زي ايه؟ النون ليفنج ثينجز زي الروك، زي الووتر، زي الاير، كل دي بقول عليها نون ليفنج ثينجز. ذا نون ليفنج بارت اوف انفايرمنت انكلود الروك، الووتر. Recall that all living and non-living things are make an ecosystem. يبقى living و non-living things دول بيكونوا لي مع بعض ايه؟ حاجة اسمها ايه؟ ecosystem. بيكونوا لي ايه؟ ecosystem. ال ecosystem عبارة عن ال living and non-living things. يبقى living and non-living things عبارة عن ايه؟ ال ecosystem. All of ecosystem in earth make up the biosphere. قلنا البيوسفير يعني ايه؟ قلنا كلمة biosphere يعني living things. All living things in earth. The part of earth and surround the atmosphere where there is lives. البيوسفير هو الجزء من الارض اللي بيكون فيه life او حياة. The part of earth جزء من الارض or surrounding atmosphere that there is life. قلنا الانيمالز، البيردز، المامالز، الفيش، البلانتس، الجراسس، كل دي بتدخل في الايه؟ في البايوس. The part of earth and surround the atmosphere where there is life. Examine the image below to see how an area like park in the video is organized. تمام، تعالوا كده. هنا الانديفيدوال يعني ايه؟ انديفيدوال، بيبيوليشن، كوميونيتي، بايوسفير، ايكوسيستم. اول حاجه فيهم نمبر 1 الانديفيدوال. انديفيدوال يعني a single member of species، هو فرد واحد. individual is a single member of species، هو فرد واحد من ايه؟ species معين. طب البوبوليشن عباره عن ال all member of an species، يبقى all member of a species in an area، موجودين في مكان at the same time. تمام، يبقى الانديفيدوال اما الاقي كده اقول له انديفيدوال سنجل ممبر اوف سبيشيز، عضو واحد بس من اعضاء الايه؟ النوع. طب البوبوليشن اول ممبر اوف سبيشيز، كل اعضاء السبيشيز ان ان اريا ات ذا كلهم سيم نفس تايم. النوع. يا نعم، كلك لازم يكونوا سيم سبيشيز وات ذا سيم تايم وات ذا سيم اريا، تمام؟ ان ان اريا ات ذا سيم ايه؟ تايم. طيب الكوميونتي، كوميونتي المجتمع، all population، شايفين؟ ده كل population وده الكائنات population الحية. وده population وبوبيوليشن وبوبيوليشن، يبقى all population، population مختلفة in an area، في مكان at the same time، في نفس الوقت. يبقى ال community all population in an area
at the same times. بعد البوبيوليشن والكوميونيتي عندي حاجة اسمها الايكو سيستم، اسمها الايه؟ ايكو سيستم. الايكو سيستم وضع من فين؟ living and non-living things، بيشمل ال living وال non-living things. زي ما قلنا living things biotic factor و non-living things are biotic factor. يبقى الايكو سيستم عبارة عن all the living and non-living things in an area. بعد كده الايكو سيستم بنتحول للبايوسفير، وقلنا البايوسفير هو الجزء اللي على الارض اللي بيكون وال life is found، اللي موجود في الحياة. وقلنا البايوسفير بيشمل البلانتس، بيشمل الانيمالز، بيشمل الفيش، بيشمل البيردز، كل ديت بتندرج تحت البايوسفير. هنا السؤال list the level of organization in an environment in correct orders، يعني قول لي الترتيب بتاع الاورجنايزيشنز بتاعك في ايه correct orders. هتقول له number one ايه individual، بعد كده ايه population community ecosystems biosphere. ما هو بيقول لك ان كوريكت اوردر، مش بيقول لك قولهم لي وخلاص، بيقول لك قولهم لي بالترتيب. ليست ذا ليفل اوف اورجانيزيشن، نمبر 1 هنقول له ايه؟ individual individual، population نمبر 2 community population، نمبر 3 ecosystem community، نمبر 4 biosphere. ecosystem. طيب which of the following description about the organization in an ecosystem is correct؟ اهن في دول اللي correct. الكوريكت نمبر 1 ايه؟ السبيشيز، السبيشيز اللي هو كان هنا ايه؟ الانديفيدوال، ان هو سنجل ممبر اوف سبيشيز، فرد من نوع ايه؟ واحد. هو قال السبيشيز، بعد السبيشيز ايه؟ السبيشيز لما يتجمع على بعضه يديني ايه؟ population بوبيوليشن، والبوبيوليشن تديني ايه؟ communities كوميونيتي. يبقى السبيشيز، السبيشيز لما ديفرنت سبيشيز تتجمع تديني ايه؟ community، لا population. لا، هو لما يبقى عندك سبيشيز ممبر واحد من السبيشيز ده اسمه انديفيدوال، لما يبقى مور ذان او الاول ممبر بتاعت السبيشيز بتديني ايه؟ بيبيوليشن. بتديني ايه؟ بيبيوليشن. الكوميونتي ده population. عباره عن ديفرنت بيبيوليشن، الكوميونتي عباره عن ديفرنت ايه؟ بيبيوليشن. يبقى السبيشيز تمام، بعد كده اول ممبر اوف سبيشيز بتكون لي البيبيوليشن، بعد كده الديفرنت بيبيوليشن بيكون لي كوميونتي، بعد كده الكوميونتي بيكون لي ايكو سيستم، والايكو سيستم بيكون لي بايوسفير. تمام، يبقى ده الترتيب اللي صح، السبيشيز بعد كده البوبيوليشن نفس النوع، بعد كده الكوميونتي ديفرنت ايه؟ ديفرنت بوبيوليشن، بعدين ايكو سيستم، بعدين بايوسفير. بعدين ايكو سيستمز، بعدين ايه؟ بايوسفير. هنا حتى اعمل لك مقارنة بين، كاتب لك living بيوز ذا سبيس بلو تو ليست living اند نون living things، بيقول لك قول لي living والنون living things. living things answer me very simple، اللي هو كاتب tree، الجراس، square، rabbit، raccoons، mosquito، mushrooms، اي حاجه حيه، اي كائن حي هتكتبه هيكون صح. ماشي، اكتب البلانتس، اكتب الانيمالز، اكتب البيردز، اكتب الفيش، هيكون صح. نون living things بتشمل الروك، صخور، الووتر، المياه، ساند، الرمال، سان ايه؟ سان لايت. How do you think living and non-living part of your ecosystem interact؟ بيقول لك ازاي living things الكائنات الحية وال non-living things الكائنات الحية interact، بتتفاعل في الايكو سيستمز بتاعك. Answer me very بيعيشوا بمكان واحد. لا مش بيعيشوا بس، الليفنج ثينجز ما تقدرش تعيش من غير النون ليفنج ثينجز. انت تقدر تعيش من غير ميه، من غير هواء؟ لا، يبقى الليفنج ثينجز لايك تري اند اوزر بلانت ريكواير نون ليفنج ثينجز لايك ووتر اند سان لايت. يعني انيمال ان مس تيرن نيدز ذيس بلانت تو سرفايف. نعم، يعني الحيوانات بتعيش مثلا بسواحل، يعني بساهل، يعني جنب النهر، جنب هاي، عشان يحتاجوه. هاي لازم يقدروا يعيشوا جنب الأشياء الغير حية مثل ايوه، ما الماء. انا بقول لك لازم النون ليفنج ثينجز مهمه عشان عشان الليفنج ثينجز. يقال لك ان الليفنج ثينجز لايك تري، الاشجار والبلانت النباتات بتحتاج نون ليفنج ثينجز. زي ايه؟ محتاجه الووتر ومحتاجه السلايت. ضوء النبات محتاج الشمس. الووتر والسلايت عشان يعمل عمليه الفوتوسينثيز او البناء الضوئي. طب الانيمالز، أيوة. الانيمالز محتاج ايه؟
الانيمالز انترن نيد البلانت، الانيمال محتاج الايه؟ البلانت النباتات نباتات. فور سرفايفل عشان يقدر يعيش وايه؟ ويكمل الحياه بتاعته، تمام؟ ان شاء الله المواعيد بتاعتكم بعتها لكم واكد عليكم في ويزيد الدروس، عدد مس، وكمان يزيد عدد التنوع. وكمان هيؤدي للبايو دايفرستي، تمام يا محمد؟ يلا مع مع السلامه. السلامة. مع السلامة.